يا صباح الخير لكل حدا مبلش صباحه معنا بنهار جديد. اكيد عم نبدا نحن وياكم باخر ايام الاسبوع، ان شاء الله يكون هيك مر عليكم اسبوع حلو. والمميز غير انه اليوم خميس انه اليوم نحن 11 11، في ناس كثير بتحظز من هذا الرقم او ناس بتشوفه عن جد رقم حظ، يعني بيحبوا يشوفوا يمكن نور هذا الرقم يقولوا خلص حاتمنى شيء امنيه يمكن تتحقق، فهو رقم هيك سعيد خلينا نقول، فان شاء الله يكون هاليوم كمان مثله. يسعد صباحك. يسعد صباحك يا آية، وصباح الخير لكل مشاهدينا يلي عم يحضرونا عبر شاشتكم شاشة سماء الفضائية. يعني بهذا التاريخ يلي ذكرته آية، اتمنوا امنيات على امل تتحقق يا رب، ومثل كل نهار لازم نصبح على شيف تهامل حتى نعرف طبق الحلو يلي بكل خميس هي مجهزه لنا اياه. يسعد صباحك يا شيف. يا صباح النور. صباح الخير شيف. صباح النور يا آية. بدك تكمليها معنا اليوم هيك تختمي لنا الاسبوع بطبق حلو مرتب. كالعاده خلص عودت المشاهدين كل خميس لازم نعمل اكله حلو. أكيد. بس اليوم عملت لكم اكلتين، اليوم عامله بسكوت لعشر دقائق وعامله موس البسكوت. بس موس البسكوت. لا أوكي. موس البسكوت حبيت فكره العشر دقائق هي هي صح بتصير بعشر دقائق بتبسمنك 10 كيلو اذا مشيتي عليها. اوكي كله بيكمل بعضه. لهيك دائما بتمنى عن جد انه مره بالاسبوع نعمل قطعه حلو وحده. تماما اكيد رح ننضم لك يا شيف لحتى نعرف طريقه التحضير والمقادير من بعد شوي. شكرا كثير لك. يعني طبعا اكيد نور التغذيه الجيده دائما بتساعد بالحفاظ على صحه الجسم وخصوصا صحه الاطفال لانها بتقوي من مناعتهم. ورح نحكي اليوم باحدى فقراتنا لليوم كمان عن الطرق الطبيه لتقويه جهاز الاطفال المناعي، واكيد معنا غيرها من الفقرات والتقارير اللي رح نتعرف على عناوينهم مع بعض. لزيادة الإنتاجية نصائح لجعل بيئة العمل من المنزل مريحة بحسب علم الطاقة. ليش الأطفال بيتسلقوا حواف السرير وكيف فينا نحميهم من السقوط؟ وللوقاية من الأمراض والفيروسات طرق لتقوية الجهاز المناعي عند الأطفال. وبخبرية اليوم رح نحكي لكم عن خمس سلوكيات بتجذب الآخرين لإلك. واجهت بعض انه تبع ناس انه انت خريج حقوق بمعدل عالي انه معقوله تدخل فرع رقص. محسن عبد الله محامي وراقص ملهم تحدى الأحكام المسبقة من أجل حلمه. وللتخلص من جفاف البشرة بفصل الشتاء خلطات منزلية لترطيبها والحفاظ على رونقها. يعني اكيد معنا نور الكثير من القصص الكثيره اللي حنتعرف عليها بحلقه اليوم فقرات، وان شاء الله هيك يعني بيكونوا هيك مفيدين لكم. واهم شيء اليوم بدنا نعرف هيك موضوع جفاف البشره هلا بالشتويه، كثير ضروري نشوف هالخلطات اللي شو هي رح نعملها لحتى نتجاوز هالمرحله. يعني تماما آية، وخاصه نحن الستات والصبايا بيهمنا هيك مواضيع بهذا الفصل. عالم البحار عالم مليء بالجمال والسحر والكائنات البحريه الغريبه والاسماك الفريده من نوعها، وبنلاحظ انه الكثير من الاشخاص بيعشقوا احواض الاسماك الصغيره، لهيك ممكن يحطوها بمنازلهم. تماما يعني نور، حتى انه في اشخاص ثانيين يمكن بيكون دائما عندهم حلم يعني بزياره اماكن تحت المي يقدروا يتجولوا ويطلعوا ويتعرفوا على اغرب الاسماك والوانها، عن جد هالعالم حلو كثير. فبالفعل تم بناء العديد طبعا من الحدائق والاحواض الزجاجيه تحت الماء بعده اماكن مختلفه من العالم، فشو هي اشهر الحدائق المائيه بالعالم؟ وين موجوده؟ نتعرف مع بعض. حدائق
حدائق الأحياء المائية مليئة بتنوع بيولوجي فريد حد التناقض. هالتنوع بيجعل هالحدائق من أهم معالم الجذب القادرة على مد الجميع بتجربة ترفيهية متكاملة من المغامرات الممتعة. ومن أفضل مدن الأحياء المائية بالعالم حديقة لاشبونا أوشناريوم، أنشئت عام 1998 وتعد ثاني أكبر حوض. تتميز الحديقة بالعمارة الفريدة بمبنى الحديقة المكونة من طابقين على هيئة حوض مائي ضخم للغاية، مقسم وفقاً للطبيعة البيئية الخاصة بالأنواع البحرية يلي بتضم الحديقة. يعد الطابق العلوي مسكن للحيوانات البحرية يلي بتعيش بالقرب من سطح الماء، والطابق السفلي مسكن الكائنات يلي بتعيش بالأعماق. حديقة أوشنوغرافيك فالنسيا افتتحت الحديقة عام 2003 كمركز علمي بالمقام الأول بهدف زيادة الوعي بالحياة البحرية وتنوعها البيولوجي، وتعد اليوم أكبر حديقة للأحياء المائية بأوروبا بمساحة 110 ألف متر مربع. وبتتقسم الحديقة لعشرة مناطق رئيسية تعكس كافة المناطق البحرية والبيئية على كوكب الأرض. حديقة جورجيا أكواريوم افتتحت الحديقة عام 2005. تحتوي الحديقة أكثر من 100 ألف حيوان ومخلوق بحري تمثل ما يزيد على 700 نوع بيولوجي مختلف من محيطات وبحار العالم، بما في ذلك الأسماك والثدييات والطيور الزواحف اللافقاريات وغيرها الكثير. حديقة مونتري باي أكواريوم افتتحت الحديقة عام 1984 على مساحة 29 ألف متر، وبتشتهر بتركيزها على البيئات البحرية لخليج مونتري، وبتحتوي على أكثر من 35 ألف حيوان ومخلوق بحري يمثل ما يزيد على 550 نوع بيولوجي مختلف من محيطات وبحار العالم. وأخيراً حديقة أكواريوم جنوة افتتحت الحديقة عام 1992 وتعد أكبر حديقة للأحياء المائية بإيطاليا، بتضم أكثر من 12 ألف كائن حي وحيوان بحري، وبتحتوي على بوابة ذات تأثير ثلاثي الأبعاد ترحب بالزوار وتعطي نبذة مبدئية سابقة للشيء اللي رح يشعروا فيه أثناء مشاهدة الخزان الكبير يلي بيستضيف الحيوانات المفترسة بداية من الأنواع المختلفة لأسماك القرش. بأولى فقراتنا لليوم رح نتناول الموضوع الطبي المخصص لصحة الأطفال والحرص عليها وعلى سلامتهم هي من أولويات الأهل، ولحتى نقدر نحقق هذا الموضوع لازم نقوي لهم مناعتهم ونحميهم من الأمراض والعدوى البكتيرية أو حتى الفيروسية. كيف ممكن نحقق هذا الشيء؟ رح يخبرنا كل هاي التفاصيل ضيفنا الدكتور قصي الزير الاستشاري بأمراض الأطفال والرضع والخدج وحديثي الولادة. يسعد صباحك يا دكتور، أهلا وسهلا فيك معنا لليوم. جميل مثلكم. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك معنا دكتور. بداية كيف بنقدر نحدد إذا طفلنا اليوم مناعته تعتبر قوية أو ضعيفة؟ كيف الأهل ممكن يقيموا هذا الشيء لبداية؟ هلأ الجهاز المناعي شغلة معقدة جدا، يعني كتير مؤثرات عليه حتى هالجهاز يشتغل بآلية تكون دائما فائدة للطفل. الجهاز المناعي له كمان سيف ذو حدين، في هو نحن المتمنى هو يكون الجهاز المناعي الفائدة للطفل ليقيه من أي أمراض، إن كانت فيروسية ولا جرثومية ولا فطرية وأي إنتان معين، وتمشي ببر الأمان. وممكن يكون سلبي ببعض الأمراض المناعية وبعض الأمراض لا سمح الله السرطانية وما شابه ذلك، ممكن هون تكون يعني الجهاز المناعي هو ضار للطفل. فنحن رح ناخذ دائما الشيء الايجابي. الجهاز المناعي المقاوم هذا الشيء المعقد بجسم اي انسان حتى يقاوم الامراض يلي ممكن تصيب الاطفال. فالام انه جهاز الطفل المناعي جيد ولا لا، من الصعب هي تقدر هالشيء بحسب العاطفه الامومه. دائما لو كان جهازه بتقول لك شو بدي اقوي الجهاز المناعي تبع ابني، شو اعطي لاقوي الجهاز المناعي تبع ابني، شو جيب دواء لاقوي الجهاز المناعي تبع ابني. الجهاز المناعي اذا كان قوي فبتكون الامراض عند الطفل اقل، بتكون حتى الحساسيات اقل،
بتكون الإكزيما أقل، بتكون التحسس من البداية، من التحسس الحفاظ للتحسس الجلدي لجفاف الجلد للالتهابات الممكن انه العدوى بينعدى فيها الطفل بتكون اقل، فهون بيكون جهاز المناعي قوي. وممكن التعرض للامراض الكثيره اذا كان طفل جهازه المناعي ضعيف لاسباب بيئيه او اسباب هالحضاره هلا بنحكي فيها، ممكن هذا يتعرض لتكرر بالانتانات. كمان مو بس الجهاز المناعي هو الاساس، كمان هيكليه الطفل او هيكليه الجسم، التشريح الفيزيولوجي تبعه ان كان بتنفس من انفه بشكل سليم هذا بيكون جهاز المناعي اقوى، اللي بيكون عنده ناميات وانفه مسطح الطفل من صغره وعم يتنفس من تمه جهاز المناعي اضعف. اذا كمان في هيكليه، في عوامل وراثيه، في عوامل غذائيه، في عوامل بيئيه، في كثير عوامل بتاثر بالجهاز المناعي، لذلك انا بسميه الجهاز المعقد للانسان. تماما. طيب خلينا ننتقل دكتور لاهم الاسباب اللي ممكن تخلي جهاز المناعي للطفل يا اما قويه او حتى ضعيفه. هلا هي بدها حركشات كثير. الجهاز المناعي عند الطفل بيتاثر ب او الانسان، بدي اقول الانسان بيتاثر، بس الطفل لانه هو يعني مملكه الام اللي عم تصنعها. جهاز المناعي له كثير شيء بياثر فيه، من الولاده للارضاع الوالدي هو اللي بيقوي الجهاز المناعي. ونحن للاسف بهالوقت الحضاري يا الام لانها موظفه او لاسباب معينه عم تحاول تلجا للحليب الصناعي، وهذا الشيء بخفف من الجهاز المناعي عند الطفل كثير. التغذيه الخاطئه يلي عم يعيشها الاطفال، يعني كمان كثير بعاني انا كطبيب اطفال من تنظيم غذاء الاطفال. يعني ممكن انه بصور لهم صوره للتغذيه من البداية، سيطري على ابنك بالغذاء، بتلاقي الولد سيطر على أمه وصار يأكل الأكلات اللي هي بتجيب له إياها، هي الخطأ الأهل. فلذلك النظام الغذائي الغير يعني صحي هذا الشيء عم يأثر على الجهاز المناعي بشكل مخيف. التدخين، يعني أنا مبارح كان عندي عائلة قلت له رح أجيب سيرتكم، يعني طفل ما عم يلحق بأدوية التهاب وانتانات تنفسية علوية، والأب مصر إنه الدخان تبعه بقلب البيت غير مضر للطفل. ما دخان صار الطفل سلبي. متعة الإنسان تقف عندما تكون مزعجة للآخرين، ما بالك لطفلك اللي هو من يعني هو جزء منك. كتير بحس بأسى بس شوف الأهل، أرجيلة الأم ودخان الأب والطفل عم يسعل وعم يختنق بجهازه التنفسي من وراء الأهل، بيستغربوا ليش. أكيد الجهاز المناعي عنده رح يكون ضعيف لأنه الغشاء المخاطي تبع هالجهاز التنفسي، القصيبات الشعرية إن كانت صغيرة عم تتوزم بسبب التحسس، فهي ما بقى تعطي لا النفس الصح ولا الحركة للأهداب صح ولا الإفراز المخاطي صح ضمن هالقصبات، فهذا الشيء عم يأثر على الجهاز المناعي تبع الجهاز التنفسي. مالك بالأكسجين بتخف، مالك بالسعال، مالك يعني عم يقتل ابنه بإيده مشان متعته بهالسيجارة. وبتتخانقي مع الأهل بس دون جدوى للأسف. يعني متعة الإنسان قد تكون أفضل من صحة ابنه، وهي شغلة كمان كتير صعبة. عندك يا سيدتي الألعاب، قلة الحركة، عدم وجود الرياضة عند الأطفال، كمان هي عم تأثر على الجهاز المناعي عند الأطفال، بأنه يتعرض للنشاط، الهواء الطلق للشمس، الهواء الطلق والشمس. يعني لنرجع لحياتنا السابقة حتى يقوى الجهاز المناعي لأطفالنا من غذاء سليم، من حركة سليمة، من جو نظيف، من منزل نظيف صحيا لأطفالنا، حتى يكونوا أطفالنا بجهازهم المناعي قوي. تماما. يعني في كثير امور بدنا اكيد اللي ذكرتها الدكتور، كل وحده بدها عن جد، كل وحده بدها اكيد نقاش مطول، بس يعني هو موضوع توعيه اكيد لكل الاهالي اللي عم يحضرونا. نروح ننتقل لفكره ثانيه ونحكي اكثر عن اللقاحات واهميتها ايضا ب يعني رفع مناعه خلينا نقول الطفل. تمام. هلا اكيد اللقاحات هي شيء ايجابي للاطفال. نادرا طفل
بيكون عنده مضاد استطباب لأخذ بعض اللقاحات الحية بنسميها الحية، يعني يلي بيكون مركب اللقاح هو من الفيروس نفسه لكن مضاعف الفيروس، بس نعطيه للجسم، الجسم اللي يتعرف عليه بتنشط شوي بتعرف عليه، بعدين الجسم بيكون قوي مناعيا وبتقوى المناعة له، بصير عنده ذاكرة للمناعة تبعه. فإذا اللقاحات هي جدا ضرورية للأطفال لتقوية المناعة ضد أمراض خطيرة إذا أصيب فيها الطفل. والحمد لله نحن يعني إن كان ما قبل الأزمة وبالأزمة ولحد الآن وزارة الصحة ضمن برامج وزارة الصحة للقاحات يعني والإعلام مساعد بهالشيء، عم يكون نسبة الملقحين جيدة ضمن المناطق يلي الحكومة فيها تقدم هالخدمات هاي. لذلك يعني برنامج اللقاحات ضروري لكل طفل بيولد، لازم نطبقه لحتى نقيه من الأمراض ونقوي مناعته ضد أمراض خطيرة إذا أصيبت الطفل رح يكون في عنده اختلاطات قد تؤثر في حياته. تماما. طيب دكتور، كنت سألتك تحت الهواء ورح أخذ منك هلأ الجواب أنا وكل مشاهدينا. الأطفال بعمر السنة سنتين بعض الأمهات لازم الطفل بقى يدخل للمدرسة أو حتى الروضة، وبهي المرحلة بيتعرض لكثير من الفيروسات، كثير من الأمراض، كان ضمن المنزل هلأ صار عم يتعرف على أجواء كبيرة، صار في هواء، صار في شيء تاني عم يدخل لجسمه. صحيح. هل هذا الشيء الأمراض اللي عم يتعرض له بكل حين وفترة تانية عم ترفع من قوة جهاز المناعي، عم تخليه يتعرف على كافة الفيروسات، ولا لا نحن عم نضعف جهاز المناعي من خلال هاي الإصابات اللي عم بتصير معه؟ تمام. هلأ قلت لك أنه الجهاز المناعي عند الأطفال هو ضعيف بالعموم، يكتمل قوته لبعد الخمس أو الست سنوات ليصير كالبالغين قوي. إذا بهالفترة هو جهاز المناعي ضعيف الطفل. التغذية سيئة، النوم سيء، النوم ما حكينا عليه، النوم المبكر هو أحد المقويات للجهاز المناعي للأطفال والكبار بشكل سليم. لذلك نحن بس نشوف أطفال عم تسهر ل 12 وبوحدة هذا خطأ، وفي بعض الأطفال بيسهروا معه أهاليهم للصبح والصبح والنهار. الأم في كتير عنا الاختلاف الساعة البيولوجية بالجسم إلى أثر بتركيبة الجسم هرمونيا مناعيا جسديا بكل شيء، بيتأثر على كل أجهزة الجسم ومنه الجهاز المناعي. فإذا هناك أسباب كثيرة بتضعف الجهاز المناعي، خلق الطفل جهاز المناعي ضعيف. فإذا الروضة، راعى الروضة، مشكلتنا مع الروضات أنه البنية التحتية الصحية ضمن الروضات ما نبل الحد الكافي لاستقبال هؤلاء الأطفال، يعني لا تهويته جيدة، لا تدفئته جيدة، لا حتى اختلاط الأطفال بين بعضهم بالطريقة السليمة موجودة ضمن انتشار الفيروسات بفصل الخريف. فإذا هي نقطة، إذا الروضات للأسف نسبة عالية منها غير مجهزة ببنيتها التحتية لتستقبل هؤلاء الأطفال وتحافظ على سلامتهم من انتقال الفيروسات والعدوى ما بين الأطفال. هي شغلة. شغلة تانية، طفل أم موظفة مثل حضرتك مضطرة تحطي ابنك مبكرا بالروضة، لأنه الروضة يفضل عدم وضع الطفل قبل سن الخمس سنوات، رضيناها بعد الضغوط الشديدة للأمهات بالأربع سنين، لكن عم نشوف أطفال عم يروحوا بعمر السنة والسنة ونص. أكيد الأم هي الطفل هو يعني بغريزة الأمومة أكثر من يدير باله عليه أمه. ما تقلي لي في موظفة بالواقع المعاشي الحالي رح تعتني بالطفل من نظافته، من تعامل صحي، ومن حركته، ومن عدم لمه. الطفل بعمر السنتين بلم كل شيء بيحطه بتمه. هل المربية يلي من سنة فيها تربي ولدين وثلاثة بتكونوا حاطين له بالروضة خمسة الروضة الجميلة وعشرة الروضة الوسط وعشرين طفل الروضات العامة، هل تستطيع هاي الأم بظروف الاجتماعية والاقتصادية والصعوبة، هاي الموظفة يلي هذا بدها تدير بالها صحيا على هؤلاء الأطفال بالشكل السليم؟ أكيد لا، ولا جزء من ما تقدمه الأم لهالطفل هذا. فإذا رح ينتقل له العدوات الخاطئة من العدوى بين بعضهم للتلوث بالطعام، للتلوث الطفل ما عنده، الطفل بريء ما عنده
قدرة على استيعاب واقع النظافة تبعه الشخصية. فإذا المربيين الآخرين هن اللي عم يساعدوا على انتقال العدوى ما بين الأطفال وخاصة بالروضات، وهذا الشيء عم يأثر على جهازه المناعي سلبا. ونحن الأطباء بسبب هالتلوث هذا عم نعطي أدوية الالتهاب بطريقة خاطئة. أنا بقولها، أنا كطبيب أطفال وبقولها مني وجري مشان ما أظلم الآخرين، ممكن نعطي أدوية الالتهاب بطريقة خاطئة، أنه كل مرض نعطي دواء التهاب، لأنه ما عندنا قدرة لدراسة هل هو عنده إنتان فيروسي ولا إنتان جرثومي، وهل هو مترافق. عم يجي لنا طفل جاي من روضة ما بنعرف شو البيئة تبعه، بإنتان معوي أو إنتان بلعوم أو إنتان صدر وخراخر وسعال مقشع واختناق، ما فيني أقعد انتظر لأعمل دراسة لمفرزات البلعوم وشوفها إذا جرثومية ولا فيروسية والطفل حرارته 40. إذا هناك تعامل مع هالطفل البريء من كل الجهات خاطئ، فنحن هذا كلياته عم يأثر على جهازه المناعي. يعني هل تعرضه لهالأمراض الزيادة بتزيد من جهاز المناعي؟ أكيد مو لهالدرجة، لا أكيد، لأنه جهاز المناعي ضعيف ما رح يستطيع أنه يتعرف لكل الفيروسات. مو معقولة إذا في مليون فيروس بالكرة الأرضية والله بدي أعرف ابني على هالمليون فيروس مشان بعدين جسم. لا أكيد رح روحه لابني من كتر الأدوية ومن كتر النظام الغذائي الخاطئ وعدم النظافة والبنية التحتية للروضات. والله يعين الأم وين وين عملها وين وين تربية الطفل. ابنه الوحيد بتلاقيها مشيبة ومطلع على قرون على قولهم، فما بالك وحدة مربية عندها أطفال وما نن أولادها. حقيقة أكيد رح يكون في إهمال معين، إهمال أو عبء، ورح يكون في خلل بالبنية الغذائية والجهازية حتى يكون جهاز المناعي أضعف ويلقط أمراض أكثر. صحيح. يعني ختاما دكتور، أخذنا كثير منك من المعلومات المهمة يلي ممكن تفيد وتساعد كل الأمهات لحتى نرفع من مناعة الطفل ونحافظ عليها من الإصابة. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباحك. بنهاية لو أخذت هيك همسة، بتمنى من الأمهات النوم المبكر للأطفال، الغذاء السليم والصحي اللي بيعتمد على الفواكه والخضار والأوميغا 3 يلي مو شرط من السمك، السمك الأساسي بس ممكن أخذها من الخضروات، من اللوز، من الجوز، من الشغلات ومن بعض الفيتامينات. النوم المبكر، الأغذية، يعني الرياضة، ما نعطي موبايلات، السلوكية، يعني كتير شغلات لنشط الجهاز المناعي لأطفالنا حتى نشوفهم سليمين وبعيد عنهم هالأمراض يلي عم تأثر على صحتهم وعم تأثر على بنية الطفل. وإن شاء الله دائما أطفالنا هن المتعة تبع حياتنا. وشكرا لصباحكم الجميل. سلام لجميع الأطفال يا رب. يعني يمكن غير الأمراض والفيروسات كمان لازم نحمي أطفالنا من الإصابات اللي ممكن تصير نتيجة ضربة أو سقوط وما إلى هنالك من هالقصص. ويمكن الإصابة الأكثر شيوعا بسنين الطفل الأولى هي محاولته الهرب من تخته، يعني بتلاقيه بده ينط ويزت حاله على الارض. صحيح. ما بتفهمي الولد شو بيكون عم بيصير معه بهالحاله. اكيد اي هي الاسباب يلي ممكن تخلي الطفل يقوم بهذا الشيء، وشو هي الاجراءات يلي فينا نحن نعملها لحتى نحميه من السقوط؟ خلينا نتعرف عليها سوا. خروج الطفل يلي عم يتعلم المشي من سريره هو سيناريو مخيف لأنه ممكن يتسبب بعواقب وخيمة، فمنع الطفل من السقوط أمر ضروري لضمان بقاء الطفل بأمان حتى يكون مستعد للتبديل لسرير طفل صغير. ليش الأطفال الصغار بيتسلقوا السرير؟ وفقاً للأحصائيات تحدث 10,000 إصابة مرتبطة بسرير الأطفال كيف بيمنع الطفل من السقوط من سريره؟ الخبراء بيوصوا أن تكون الفجوة بمنصة المرتبة والجزء العلوي من درابزين سرير الأطفال نصف متر على الأقل، والتأكد من عدم وضع أي أثاث حول سرير الطفل. بمعظم الحالات يسقط الأطفال أثناء محاولتهم الوصول للأثاث أو استخدامه للتسلق. أطباء بعلم النفس أكدوا أنه تأديب الطفل ما هو بالأمر السهل، لكن هذا ما بيمنع الأهل من تحديد التوقعات بشكل صحيح.
غالباً كلمة لا المستقيمة والصارمة تقطع شوط طويل إذا كان الأهل بيستخدموه بشكل صحيح بالمرة الأولى لما يشوفوا طفلاً عم يتسلق السرير، وترهيبه بأنه عدم وجوداً أثناء نزوله ممكن يسبب له أضرار، فبهالعمر الطفل قادر على استيعاب الخطورة. أخيراً يجب على الآباء البقاء بحالة تأهب والتخطيط لسلامة طفلهم الصغير وحماية الغرفة للأطفال، والحفاظ على سرير الأطفال خالي من الدمى والوسائد لضمان سلامة طفلك، والنوم المريح للأم. يا صباح الخير، يا صباح التاريخ الحلو 11/11، يا صباح اليوم الخميس. أنا عودتكم كل خميس نقي لكم أكلات حلو، واليوم نقيت لكم وصفتين كتير سهلين كتير لذيذين كتير رح يحبون ولادكم. أول شيء لا نقيت لكم أكلة كتير كمان سهلين وبسيطين، حتى المواد عندنا موجودة بالبيت. نقيت اليوم بسكوت العشر دقائق، هلأ أنا بالرجعة الثانية رح أعرفكم على مقاديره. ونقيت لكم أكلة كتير طيبة هي اسمها موس البسكوت. موس البسكوت أكلة دائما هلأ أكثر المحلات من الحلو بنروح بنلاقيهم معباين بهي الكاسة، بنقول يا الله شو في بقلبها ثلاث طبقات. اليوم رح أعملكم إياها بنفس طريقة المحلات. أول شيء رح أعرفكم على المقادير. بدي أحتاج من هذا البسكوت، طبعا هذا للوش حاططه، أنا بدي أحتاج من هذا البسكوت موجود عندنا بالسوبر ماركت موجود. أنا طحنت تقريبا يعني يبدو يكون عندك ميزان وتوزني 170 جرام، أنا حسبت لكم إياها على الحبة مشان ما تضيعوا، طلعوا 26 حبة. طحنتهم بهذا الخلاط بهذا الشكل، ما حطيت لهم ولا أي شيء، استعملت هذا الخلاط طلعوا معي بهذا الشكل. هون رح احتاج تقريبا شوكولا مشان الوش، طبعا معه رح احتاج شويه حليب لانه انا بدي اسوحهم بالميكروويف. طبعا هي الطبقه الثالثه. الطبقه الثانيه انا رح احتاج كريمه شانتيه مع معلقتين زبده. اول شيء رح نبلش بالخليط هذا. مثل ما لكم شايفين انا هون طحنته، ما اخذ معي ثواني على الخلاط، رح اقسمهم بالنص. كثير سهله واي بنوته بالبيت ممكن تساعد الماما وتعملها. هاي تقريبا قسمنا النص. انا سوحت هون الزبده تقريبا معلقتين زبده، رح احطهم وحرك. رح يطلعوا معي بهذا الشكل، ممكن يحتاجوا كمان شوي من هدول، يعني هي على النظر. رح ورجيكم اياها كيف طلعت بهذا الشكل. هلا انا بتمنى يكون في عنا من هدول الكاسات او الكاسات البلور، كمان بيطلعوا شكلهم كثير حلو. وعلى فكره فيكم تعملون ضيافه للضيوف، كثير بيبيضوا الوش ولذيذين وسهلين، يعني اهم شيء موادهم موجوده عنا بالسوق. هلا تقريبا هون رح بلش انا بالطبقه الاولى، لحط معلقه ممكن اكثر. تقريبا انا هدول بيعملوا معي اربع كاسات، يعني إذا إجت لعندك جارتك مع ثلاث بنات بيكفوك ضيفيون ياهم. طبعاً بتكتري، بتحبي تكتري الطبقة الأولى أو أقل، بس هيك تمام. هلأ كيف أنا بدي أضغطهم؟ لازم يكون عندي كاسة زيادة، رح ورجيكم كيف. وبتغطى بهذا الشكل، يعني أكلة بتنعمل بخمس دقائق. هلأ المرحلة الثانية كتير سهلة، هي هون أنا في عندي كريمة شانتي مع كاسة حليب مسقعة، يعني لازم تكون باردة، لحطهم على الخلاط. هاي علبة كريمة شانتي أو فينا نقول 150 جرام. هذا معنا بحاجته كمان. هلأ بتمنى تكون كاسة الحليب سخنة، رح نحطها ونخفق ثواني.
هلا انا لدي الوقت رح ورجيكم شو رح اعمل مشان اذا رجعتوا لعندي بعد شوي. هلا انا هون الكريمه شانتي صارت عندي جاهزه. قبل شوي تتذكروا نحن قسمنا هدول بالنص، هدول رح ضيفهم هون بهذا الشكل. رح حركهم رح يطلعوا معي بهذا الشكل، تفرجوا هذا هو اللي انتم بتشوفوه بقلب العلبه، هذا هو الخليط. هلا انا شو رح اعمل بغيابكم؟ شغله كثير سهله كثير بسيطه، ستات البيوت رح يعرفوها، رح احطهم هون وصير احطهم طبقه ثانيه بهيدي العلب وحطهم بالبراد وبرجع لعندكم بعد شوي لورجيكم الطبقه الثالثه يا نور ويا آية. وسلم ايديك الله يسلمكم يا شيخ. الله يعافيكم. نور بيقولوا دائما انه لحتى الواحد يتحفز انه يروح ويلعب رياضه لازم يلاقي شخص يشاركه، عن جد بتلاقيهم بيشجعوا بعض، بخلوهم ما يتجاهلوا وقت التمرين او انه نكسل يلا خلص حننام اليوم بكره بنروح. فالكوتش هي عم بتكون معكم كل يوم لحتى تشارككم برياضه الصباح. يسعد صباحكم، صباح الخير. رح نبدأ اليوم تماريننا. رح نبلش مشي بالمكان، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. هلأ رح أطلع سريع ورح أفتح وسكر، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. ومكاني حاطلع جمب، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، وآخر مرة ريح وبرجع بعيد مرة ثانية، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. عم افتح وسكر، عشرة كمان جنب فوق، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، وآخر مرة ريح. هلا بنزل على الفرشة، رح أطلع فوق وظهري مشدود زاوية، رح أطلع فوق، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، وبريح نفس التمرين حأطلعه قدام، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، ريح. بدر على الجهة الثانية كمان، هأطلع فوق، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، لقدام اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، وآخر مرة ريح. كون خلصت تمارين اليوم، بشوفكم مع تمارين بكرة. باي باي.
سواء كنت عم تشتغل من بيتك بدوام كامل أو حتى جزئي، أو بس حابب أنك تكمل مشاريعك بغرفتك الخاصة، لازم تخلق لنفسك مكان فيه جميع العناصر يلي رح تأمن لك النشاط وتزيد من إنتاجيتك وتريحك بنفس الوقت. تماماً نور، يعني هو إجمالاً العمل عن بعد زاد بالسنتين الأخيرات مع انتشار فيروس كورونا، ولو كان هذا يعني بسبب أنك أنت اليوم عم تشتغل من المنزل أم طبيعة شغلك هي أصلاً بتطلب هيك، لازم تعرف عن الطاقة شو بيخبرك أكثر لحتى يطلع معك إنتاجية أكبر بعملك، وهذا اللي راح يخبرنا عنه أكثر ضيفنا بالاستوديو الدكتور سمير حمود الاختصاصي بطاقة الأشكال والمكان. يسعد صباحك دكتور. صباح يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك معنا لليوم. كنا عم نحكي نحن وياك تحت الهواء، لكن هلأ رح نتوسع ونخبرك المشاهدين. الحالة المثالية للإنتاجية بتكون أعلى وأفضل ضمن المنزل أو حتى بالمكتب وليش؟ أول شيء صباح الخير عليكم، صباح الخير على كل المشاهدين، يعني لكل المشاهدين بتمنى هيك إن شاء الله تكون هلأ، يعني الشتاء اللي هلأ بده يصير في كنكنة في قاعدة بالبيت يكون في نشاط. طيب هلأ قولا واحدا، الإنتاجية بمكان العمل هي اللي كبيرة، فأنا مكان العمل تبعي هل هو البيت ولا هو ولا هو برا؟ في ناس بيشتغلوا بالكافيه، تلاقي بياخذ لابتوب وبيفرد بالكافيه وبيقعد بيشتغل، فهو هلا بمخه هذا مكان العمل تبعي. هلا اذا بتروحي لعنده بتروحي بتقعدي معه بالكافيه ما بتنبسطي لانه هو عم يشتغل. فهو اول شغله بدنا نقرر احنا وين مكان العمل تبعنا براسنا، لانه هذا الكلام بيلحقه طاقيا التناغم الطاقي مع المكان. يعني انا مثلا اجي اقول لك، انا حدا بيحب يحضر افلام، شخص اكس من الناس بيحضر افلام، بيحب يحضر افلام، اذا بتحطيه مثلا قدام موفي بغرفه انه مطرح ما هو بينام ثلاث دقائق بيكون نايم، مع انه هو بيحب يحضر افلام كثير. اوكي، بس انت حطيتيه بالمكان اللي دماغه وطاقته فورا بتتقلب على المكان اللي الفعاليه اللي متعوده تعملها بهالمكان. فاول شغله الشخص لازم يحدد هو طبيعه عمله وين. هلا فرضا هو لنقول انه في ناس كانت بتشتغل بمكاتب، حنحكي المثال اللي حضرتك طرحتي، بتشتغل بمكتب او بتشتغل بشركه، وهالشركه بسبب الجائحه اللي صارت الكورونا صاروا عم يشتغلوا من البيت، فهو صار شغله بالبيت. تمام. هلا الشغله اللي فورا لازم يعملها، لازم يضبط وقت العمل، يعني هو عم يفيق الصبح مثلا، او هو شخص بحب يشتغل مثلا بينام للعشرة مثلا، هو هيك بحب، خلاص انا بحدد وقت واضح انه انا من العشرة مثلا للخمسة شغل هذا. تمام. مشان دماغه يتجهز لهذا الموضوع، مشان دماغه ما يطلب فعاليات ثانيه بقلب هالوقت هذا. هلا انا لما عم اقول الدماغ بيعمل هيك، مو معناتها بس الدماغ، اول مرحله الدماغ، بعدين الحقل الطاقي تبعه كلياته بيتقولب على هالاساس هذا، فبيصير هو بفيه طاقته مجهزه، انه جسمه مجهز حاله انه هو من الساعه 10 خلص بده يقعد يشتغل. حتى اعطي تشبيه هيك عام، حتى ما بيجوع بعد فتره، بيصير من العشرة للخمسة ما بيجوع، بيصير خلص طاقته مبرمجه ومجهزه طاقته لهالوظيفه هي بهالوقت هذا. فاول خطوه على الاطلاق لازم تكون هي تحديد وقت واضح للعمل، سواء بالمكتب بالبيت بالكذا. بينما اذا بتترك الموضوع مفتوح عن جد الواحد بيلتهي بألف قصه، بيلتهي وشغله ما بيصير ظريف، وبيصير الشغل بالنسبه له عذاب، تلاقيه بضل بيترك شغله مثلا الساعه 9 وهو من الساعه 9 الصبح ضميره عم يوجعه انه عنده شغل. عن جد للتسعة المساء ما بيتهنى بنهاره كله لانه عنده شغل، ومو بالبيجامه يقعد. صح، هذا هي المراحل الثانيه اللي رح اقول هي كثير مهمه النقطه. النقطه الثانيه اللي هي كثير كمان مهمه، انه بده يكون في ركن خاص بالبيت. يعني في ناس انا يعني يسالوني ونصحتهم كذا، نصحتهم بهالموضوع، الفراغ له شخصيه، يعني الغرفه لها شخصيه، مثل 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 مثلنا احنا يعني. فالغرفه احنا اللي بنخلق شخصيتها. هلا احدى الشغلات اللي بتتخلق شخصيه الفراغ الفرش والالوان والتوجيه والمليون قصه، بس احدى اهم الشغلات الوظيفه اللي عم تصير بهالفراغ هذا. يعني انا اذا قلت القعده بناكل فيها، في ناس كثير بالعادات الشعبيه عنا انه بيسحبوا طاوله بيفردوها بقطة القعده وبيحطوا الاكل عليها وبياكلوا فيها، فصار في طاقتي انا صارت مجهزه انه تاكل بهالقرنه هي. فانا مو مثلا بقطة القعده اجيت حطيت طاوله تغدينا ايمي الاكل هات اللابتوب شو بصير بطاقته الواحد؟ بتخربش وما بيعود له خلق، بصير بس بده يرتاح، وينك قاعد على الكنبايه نفسها اللي بيتسطح عليها بعد الغداء وبيفتح بصير بده يشتغل، معناتها الامور وين
بالارض صارت. تمام. هلا كل بيت بيكون معظم الوقت في فراغات مشتركه، هي ما عليها ما فيها مشكله، بس العمل الشغل لازم يكون بفراغ بعيد او فراغ غير اللي نحن نحضر فيه تلفزيون. طبعا بين قوسين كثير مهمين، انا عم اقول الشغل، الشغل والدراسه. ها ها والله جاي لك نفس النقطه، انا عن جد بنعاني فيها كمان بالدراسه. تماما. هلا حاجيك فيهم وحده وحده. اوكي. الدراسه، الشغل والدراسه تتضمن الدراسه، احنا رح نحكي على الشغل. لازم يكون بقرنه منعزله عن مكان العمل او منفصله عن مكان القعده والاكل وال ممكن استقبال الضيوف مو مشكله، نحن ما بنستقبل ضيوف دائما، يعني ممكن تكون غرفه ضيوف او جنب من غرفه ضيوف بما انه امهاتها ما بتخلينا كان نقعد كثير باوضه ضيوف، ممكن جنب او ركن صغير هذا مخصص للعمل. فبصير الواحد مجرد ما فات على هالقرنه طاقته كلها بتتغير، بتتجهز انه هو بده يشتغل. هي من ناحيه المكان. هلا رح احكي شوي عن صفات المكان هذا. اوكي. هلا اول شيء بده يكون هو مناسب للمهنه اللي انا بشتغل فيها. يعني اذا واحد مثلا بيشتغل بالمنمنمات مثلا بيشتغل شيء شغله بتصليح الساعات واضطر يشتغلها من بيته مثلا. هي بدها تكون مثلا فيها اضاءه موجهه مباشره، بده يكون بس بالمجمل انا ما بده يكون في عندي مبالغه باي شيء. لا بده يكون في مبالغه بالاضاءه، لا بده يكون في مبالغه بالتعتيم. حتى الناس اللي بتشتغل على اللابتوب ما بصير يعتم ويشغل بس اللابتوب ويسهر او يقعد بس، يعني ما بصير يحرم جسمه من الطاقه المحيطه. حتى لو هو بيحب، يعني في ناس بتقول لك انا بحب الضوء الخفيف هيك شوي اقعد ادرس او اشتغل عليه، بس يعني هذا لازم يكون في اول اخر حينعكس بشكل سلبي يمكن اوقات علينا. شوفي احنا ما بصير نخلق جو لفعاليه انا بدي اعملها وهذا الجو مهيئ لشغله ثانيه. يعني انا مثلا امتى بطفي الاضويه وبخلي ضوء صغير؟ لما بده ينام الواحد، لما سهران هيك وبده ينهني حاله مشان ينام اوكي، بس انا لما بدي اشتغل بالعكس انا بدي اعطي حالي بوست طاقه، بدي اعطي حالي كميه طاقه منيحه. فانا مثلا بحضر مشروب بحب اشربه، بحضر مشروب بحب اشربه، بقوي الاضاءه شوي، بقعد بمكان فيه تهويه مشان انا جسمي ياخذ اكسجين، دماغي يشتغل، لازم اكون اكل، ما لازم اقعد كمان على معده فاضيه، لازم كمان يكون عندي الالوان اللي حوالي ما كلها الوان دارك وداكنه ومقته، لازم يكون عندي شويه نشاط بالموضوع. لازم كمان الشغله الاخيره انه يكون نظف المكان، يعني المكان يتنظف بشكل دوري، مو مثلا والله هذا الركن تبعي اللي بشتغل او بدرس فيه ما يتقرب عليه، لازم تمسح غبرته بشكل دوري، لازم يتنظف بالمي بشكل دوري مشان الطاقه الراكده اللي بتصير خاصه الناس اللي بيقعدوا اعداد طويله. يعني ما في تفاصيل قد ايه عن جد اوقات بتغيب عن بالنا يمكن، او وبنلاقي حالنا انه عن جد نحن ليه ما عم ننجز، يعني نسال حالنا ليه ما عم ننجز، ليش ما عم نعرف، ليش ما عم يطلع معنا الشغل مثل ما بدنا، فيمكن صحيح. كله بيرجع للامور اللي كنت ذكرت لنا اياها دكتور. صحيح، بس هلا احنا يعني الامور مو صعبه ابدا، بس بدها شويه وعي. مثلا في لي صديق انا بكون عم بحكي معه مثلا عم نشتغل بلاقي مثلا عنده اطفال عم ينطوا فوق وهو عم يشتغل. انا بعرف انه الوضع مو بهالبساطه، مو بهالبساطه الموضوع اكيد، بس كمان حتى مكان العمل لازم ياخذ شويه خصوصيه. يعني ما الاقي انا جاي حدا ولعب لي باغراضي او لعبان لي بالكراكيب تبع الشغل وكذا وهيك، فلازم يكون المكان معزول. حتى ست البيت هي اللي بتقرر هي القرارات، مع انه الرجل هو اللي صاحب الشغل، ست البيت هي اللي بتقرر القرارات. يعني ست البيت اذا بدها تنزع له قرنه الشغل بتقدر، واذا بدها تنظم له حياته المهنيه بتقدر، طبعا بايدها كل شيء. طبعا فهي لازم تعمل خصوصيه لهذا المكان. هلا حاعطي مثال صغير كثير. نفترض في صالون البيت ما في فراغ، ما في غرف، في صالون ماشي، هذا الصالون باخره بيشتغل الرجال وهون بيقعدوا هن. هلا ممكن انا اجيب في البارتيشنات الخشب يلي ممكن تعزل حجز هيك، بس حطه حجز بين طاولته للزلمه اللي عم يشتغل وهن قاعدين هون، يعني بس يحس هو انه انتقل في خصوصيه له، في مكان، من مكان لمكان، صار في عنده خصوصيه، صار في عنده قرنه يقعد يشتغل فيها. يعني ملاحظه جدا بسيطه، احنا جسمنا شلون بنعوده بيتعود، فاحنا اذا بدنا نعوده مثلا على 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 مكان عمل جيد انه نلبس لبس معين، لا نشغل اضاءه معينه. هلا اذا في ابليك على المكتب بس شغله لما بس بدي اشتغل، دماغي وطاقتي بتتجهز انه لما بيتشغل هالابليك يصير ينتج. صحيح تماما، يعني تفاصيل كثير صغيره ولكن مهمه لحتى ناخذها بعين الاعتبار، لحتى فعلا تكون الحاله الانتاجيه هي مثاليه ان كان ضمن المنزل او حتى ضمن العمل. شكرا كثير لك يا دكتور، يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك معنا.
يا صباح الخير عن جديد. بكتير أوقات ممكن نقابل شخص كتير جذاب، بس ما بنعرف شو سبب هذا الشيء اللي خلاه جذاب هالقد بنظرنا. وطبعاً نحن ما بنقصد هون بس الجاذبية المتعلقة بالمظهر الخارجي، فممكن تشمل مميزات أخرى. الخبراء بحثوا أكثر بهذا الموضوع وتوصلوا لبعض السلوكيات يلي ممكن تجعل الآخرين ينجذبوا إليك لا شعورياً، ورح نتعرف عليهم سوا مع آية. خبرينا عنهم يا آية. تماماً يا نور، يعني رح نعمل جولة سريعة على بعض العوامل يلي بتجعل الآخرين ينجذبوا لإلك بدون ما تعمل جهد كتير كبير. يعني أولاً، لا تتصرف كأنك شخص غامض. وجدت دراسة ألمانية حديثة بأنه من المرجح يشوفوك الناس جذاب للغاية لو تمكنوا من فهم شخصيتك بسرعة، أما لو عملت أجواء أنه أنا الغامض اللي ما حدا بيعرفني ولا حدا بيفهم علي، فما رح تكون أنت الشخص الجذاب اللي الناس رح تحب أنه تقرب منه. أما ثانياً، فحب الذات ممكن البعض يشوفوا الموضوع على أنه مستفز، أنه شو يعني حب الذات، لكن الدراسات توصلت أنه حب الذات ممكن يجعلك أكثر جاذبية وثقة بالنفس، لأنه مثل ما كلنا صرنا منعرف أنه ما حدا رح يقدرك ويحبك لو ما أنت حبيت حالك وقدرتها، فلحالك حتفرض هذا الشيء على الآخرين. أما ثالثاً، فالابتسامة. أظهرت دراسة أجرتها جامعة كولومبيا البريطانية أنه النساء يلي بيبتسموا باستمرار بيكونوا أكثر جاذبية من غيرهم. مؤلف الدراسة قال بأنه بيربط الناس عادة تعبيرات السعادة بالأنوثة. هذا التناقض المعياري بين الجنسين ممكن يفسر عدم الجاذبية النسبية بالنسبة لسعادة الذكور. رابعاً، العناية بالمظهر. أظهرت الأبحاث بأنه جزء كبير من الجاذبية بيعتمد على الشكل الخارجي. علماء النفس بيقولوا كمان على وجه التحديد بتندرج السمات الأكثر جاذبية تحت عنوان العناية بالمظهر، يعني الواحد مثل ما بيقولوا الزينة، الشعر النظيف، الملابس الحلوة، القعدة المريحة والوزن الصحي. خامساً وأخيراً، ما تحطي كتير ميك اب، يعني تركنا لكم اياها لاخر شيء. وجدت احدى الدراسات اللي انتشرت بمواقع المعاهد الوطنيه للصحه انه كميه مساحيق التجميل خاصه اللي بتكون مو بوقتها يعني ممكن انه ياثر على نظره الاخرين لك، وينظر دائما للميك اب الطبيعي وفقا للدراسه بشكل ايجابي اكثر من الميك اب اللي ممكن يكون فاقع كتير. فيعني هيك من تفاصيل شوي صغيره ممكن عن جد تخلينا يعني نكون جذابين اكثر، خلينا نقول بالنسبه للاخرين. تمام يا آية، وفعلا هذا الموضوع هو بيفرض ذاته. في بتشوفي بعض الاشخاص فعلا هن جذابين زياده، تحسي انه ممكن بعض الاشخاص يقولوا لك انه لا انسان عادي، لا بس لا فعلا صح. بيكون في عنده سر جذبك له خلاكي فعلا تنبسطي فيه فعلاً. وبمناقشته، وهذا الشيء اللي لازم ينتبهوا له الناس. بعد ما نحب حالنا ونحب انفسنا كمان بنفس الوقت نحب انك تضيف لك سر اضافي على هالاسرار، انك تكوني بتعرفي تطبخي، عن جد بتحسي بتنجذبي للناس والناس بتحبك كثير، فليك نحن عم نتعلم دائما مع الشيف تهامة كل الاكلات، ولنشوف لوين وصلنا. يسعد صباحك عن جديد شيف. يا صباح النور. يعني خلصت تقريبا قبل شوي، بس تركتكم وقت لما عبيت الكريمه شانتيه وصارت جاهزه وحشيلها من البراد ثانيه، اظن هيك تمام. لا وما شاء الله برادنا منيح، يعني دغري عم يبرد. وهيك صاروا الكاسات جاهزين. هلا صار صفي اني انا حط الطبقه الثالثه. هلا انا بصراحه لضيق الوقت بما انه عندنا اكله حلو ثانيه، انا شو عملت تتذكر وانا قلت من المقادير كان عندنا في عندنا شوكولا، كان في حليب، كان في معلقتين قشطه، تقريبا خفقت نص كوب شوكولا مع شيء يعني تقريبا بتكون تقولوا فنجان قهوه حليب، وحطيت معلقتين قشطه حتى صارت معي بهذا الشكل، وطعمتها كثير لذيذه ما بتتخيلوا قديش طيبه. يعني بتمنى تذوب الشوكولا على الميكروويف، ما عاد بدها حمام بخار وهيك، بس اهم شيء كل 30 ثانيه انا بدي احرك. هلا رح نضيف الطبقه الثالثه على موس البسكوت. شوفوا هالمنظر الجميل، وحنرجع نحطهم كمان شوي بالبراد. شوفوا ما احلى هون، عن جد ما بتقولوا اختي الجاهز. يعني انا الحمد لله دائما عم حاول نقي لكم اكلات ما تكون صعبه، اغراضها موجوده عندنا بالبيت، لانه هلا اجت الشتويه بقى كل يوم نقعد نتوحم على الحلو. هلا هيك صاروا عندي الاربع كاسات جاهزين، حننتقل معاكم على اكله كثير طيبه اللي هي بسكوت العشر دقائق. اسمها 10 دقائق لانه عن جد بتنعمل ب 10 دقائق وكثير سهله، كثير كثير مو شوي، يعني ممكن بنوته صغيره تقوم تعملها عمر 10 سنين بتساوي لكم اياها، بس طبعا ما تقرب على الفرن، هذا اهم شيء. اول شيء رح اخلط نص كاسه زيت مع نص كاسه سكر.
رح نحطهم على العجانة لحتى ينخفقوا كتير منيح. عندي سكر كثير منيح. هلا رح اضيف البيضه والفانيليا. بيضه وحده بتكفي، في ناس بتحب بس الصفار، لا انا جربت هيك وهيك مش الحال. لا هيدا الفانيليا، معلقه صغيره فانيليا وحنرجع نسكر. يعني حتى انتبهتوا كلهم ست مقادير وخالصه. انتوا عم تعيروا لي مشان تعرفوا قديش يعني 10 دقائق. هون في عندي كوب ونص طحين خنخلتهم مع معلقه صغيره كمان باكينج باودر. انا دائما بحب المواد الجافه تكون اخر شيء. رح نضيفهم هلا. نشغل الخفاقه. في مشكله؟ فكرة لأنه العجانة كتير ظريفة طلعوا شوي لبرا. هاي قوة المحرك تبعها قوي. هلا هيك صارت عندي العجينة جاهزة. هلا أنا بتمنى من ست البيت إنه تستنى عليها 10 دقائق قبل ما تبلش شغل فيها، بس أنا هلا حاعملكم تنتين بصراحة كمان ريحها شوي، بس حورجيكم شو رح ساوي فيها. هذا هو الشكل تبعها. هلا أنا بصراحة حابة أقيم شقفة منها بالنص مشان اعملكم نص بالشوكولا ونص بالحليب. رح اضيف عليها هدول وهلا رح ارجع اعركها بعد شوي. حضيف عليها كاكاو، بس هلا حورجيكم مثال على هي شو رح اعمل. هلا بتمنى بهي الوصفه يكون في عندنا ورق زبده، كثير بده يساعدني بالذات البسكوت. الحلويات دائما بتلزق، يعني هي طبيعتها ما بتتحمل كثير حراره، بقى لهيك بتمنى نستعمل ورق الزبده بيساعدنا كثير. هلا حورجيكم كيف رح نساويها. رح نعمل طابات صغيره. يعني أنا بصراحة يعني وقت بدي أعمل هاي الأكلة ليش بتمنى أن ست البيت تعملها، تعلم إذا عندها بنوتات صغار. يعني أنا بناتي وقت بعمل لهم إياهم بيعملوا أشكال، بيعملوا أحرف، بيقعدوا بيتفننوا يعني بيتسلوا فيها. عن جد هي لذيذة، يعني هي عجينتها سهلة. رح نحطها بهذا الشكل وحنرجع نعمل وحدة ثانية. طبعا أنتوا أنا بدوء يعني لدي الوقت ما رح أتفنن لكم كثير بالأشكال. رح نعمل وحده ثالثه ورح اورجيكم شلون رح بتصير. وبفضل هذا الحجم، قد حبه الجوز. هلا رح استعمل هاد. شو رح اعمل انا بهذا الوقت؟ بهي رح اعمل 1 2 3 4. 1 2 3 4. شايفه شلون الشكل طلع كثير لذيذ وكثير حلو؟ واكيد حاخبزهم على حراره 180 درجه وتقريبا ما بياخذوا معي اكثر من 10 دقائق. وبس مع ذلك لازم انتبه على حراره الفرن، يعني ما تكون كثير قاسيه. ومع ذلك بنشوف بدي اقول لكم على شغله. بدنا ننتبه يعني حتى لو هي ما تفتح عيني عنهم لانه ممكن ينحرقوا. خلص هي هي. بتروح بتغيب اوقات الفكره. شكرا كثير لك شيف. شكرا كثير لك يا شيف.
تدرب كأنك لم تفز أبدا، وأدي كأنك لم تخسر أبدا. جملة آمن فيها شاب سوري تحدى من خلالها نفسه وتحدى بعض العادات القديمة يلي بتعمل شرخ بين الأجيال القديمة وجيل الشباب يلي عم يحارب لحتى يغير الصورة النمطية ويكسر القواعد والأحكام المسبقة. تماما، يعني محسن عبد الله أو مثل ما بينادوا له رفقاته موهي، يعني هو خريج المعهد العالي للرقص، رح يشاركنا قصة تشبه قصة كتير شباب بيحبوا الحياة والفن والموسيقى. من أنا وصغير يعني أغلب اهتماماتي كانت تتجه نحو الموسيقى، والرقص هو قسم موسيقي أساساً. فمن حبي للموسيقى وحبي للإيقاع، وكنت أحب أتحرك، يعني كنت أحب أتحرك بطريقة دائماً مختلفة، كل ما أسمع ميوزك أتحرك أكثر. وبتذكر حتى لما كنت صغير كنت أحضر أفلام عن الرقص، كنت دائماً أقول بدي أعمل مثلهم يعني. سو هذا خلاني بعدين هيك يتنمى شيء جواتي، فبلشت بدورات من صغري، بلشت بمدارس، ومع الوقت يعني قدرت يعني يطور حالي وتخصص اكثر. بالعموم اغلبنا نحن لما بنوصل لمرحله هي الشباب، لما بدنا نقرر شو بدنا ندرس، فانت دائما بتضعفي تبع انه اوكي لازم ادرس انا فرع جيد بفيدني بحياتي المهنيه، بفيدني بحياتي اذا بالعموم بدي اعمل عائله، اذا بدي اعمل شغل، اذا بدي اعمل. فدائما بيروح اكثر للشغلات هيك تبع انه حقوق، طب، هندسه، هذا الكليشيه المعتاد. سو ما بنكر اني ضعفت ببداية بسبب انه كانوا اهلي حابين ادرس هذا الفرع. هلا ما فيني اقول لك اني اخذت قرار كون دانسر، ما انا عم بنشأ بفكرة اني بدي كون دانسر. مع العلم اني انا فترة من فترات حبيت اني اكون ممثل، يعني كنت حسيت انه انا كمان بحب اني اكون ممثل، بس انا شوي من الاشخاص اللي ما بفصل الفنون كلها وحدة. واجهت بعض انه تبع ناس انه انت خريج حقوق بمعدل عالي، انه معقوله تدخل فرع رقص؟ هي ايه كثير واجهتها، وفي ناس ما صدقت، يعني في ناس هلا مو مصدقه انه انا عن جد هيك بدي اعمل. بس انا بفهم، لانه نحن شوي في عنا ضعف بثقافه الرقص بسوريا، او قديش الرقص مهم بالعالم، الرقص هلا صار عم يتم العلاج فيه، هو الشيء صار كثير مهم. نحن مجتمع ما بعرف شو مشكلته مع فكره انه الشاب يرقص لانه هو بحب يشوف البنت ترقص، او انه الرقص للبنت. هو بس لازم انا اوجه من هون انه اقول انه الرقص مو للبنات. الرقص شو هو الرقص؟ نحن البشر اول فعل قمنا فيه لما وجدنا كبشر بالكون هو الحركه. سو الرقص هو حركه، فنحن كلياتنا بنرقص. نحن مبدئيا بسبب فعل الجاذبيه، نحن البشر، فنحن بنضل على الارض. سو اذا بدنا نحكي كستبس، نحن لما بنمشي نحن بنمشي على الارض. تعرضت لكثير، انا ما بحب سميه تنمر، لاني ما بحب نزل حالي لفكره انه قدر حدا يتنمر علي اساسا.
ابدا، لا لا ما تنمر، ما حدا يقدر يتنمر، اشخاص غلطت بحقي، قدرت اثبت للاشخاص، انا بالنسبه لهم بقول لهم من هون بقول لهم شكرا كثير لكل لحظه تنمرتوا فيها علي، لان انا كثير تعلمت، لكل شاب سوري او صبيه سوريه او لكل حدا عن جد عربي حابب يعمل شيء، وبعرف قديش نحن عندنا ضغوطات غير ما عندنا المجالات والفرص الموجوده برا، بدي اوجه رساله اكثر لبلدي لسوريا، بتمنى عن جد بعرف انه انت طالعه من حرب وبعرف انه في ظروف كثير اهم عم تصير، بس الفن علاج، الفن بيقوم الشعب بطريقه ما، فيرجعوا يدعموا الفن، في رقص في كثير كوادر لازم تندعم، فبتمنى يندعم الرقص بسوريا لانه حتتفاجئ سوريا بشبابها قديش عندهم طاقات يقدروا يعملوا كثير شغلات. أكيد ما حدا مننا بحب إنه يظهر عليه هيك، على خاصة هلا بفصل الشتاء يبلش هيك يظهر علامات القشب أو جفاف البشرة، وبهذا الوقت تحديداً وبسبب تعرض بشرتنا لهواء الشتاء الجاف لازم نعتني أكثر ببشرتنا بطريقة خاصة لحتى نضل هيك محافظين عليها ومحافظين على شبابها. بفقرتنا لليوم رح نقدم لكم الحل عبر منتجات بنقدر إنه نعملها بالبيت مع ضيفتنا لين إسماعيل خبيرة العناية بالبشرة اللي انضمت لنور. يسعد صباحك لين. يسعد صباح، شكرا كثير لك يا آية. يسعد صباحك يا لين. اهلا وسهلا فيكي بصباحنا لليوم. يعني نحن بلشنا بفتره الشتاء جفاف البشره القشب، ان كان للايدين ان كان للجسم ان كان للكواع ان كان حتى كعب القدمين، هذا الموضوع كثير بدايه اغلب الستات بانه بهذا الفصل انا بهي الجفاف وهي القشب بيظهر. اليوم معك نحن رح نخبر الستات والصبايا كيف ممكن نساعدهم ضمن المنزل يعملوا مواد طبيعيه بعيدا عن المواد الكيميائيه، وبنفس الوقت يستفادوا من هذا الموضوع خلال مسيرة حياتهم بفصل الشتاء كمان بفصل الصيف. رح نحكي عن أضرار الجفاف البشرة يلي ممكن إذا نحن ما عالجنا وما طبقنا عليه كريمات شو ممكن يصير. هلأ أول شيء بدي نوه على شغلة مهمة، أنه نحن بالجفاف صح بفصل الشتاء بصير جفاف، بس نحن أحياناً الجفاف نحن بنعمله بإيدنا. مثلاً نحن بنستخدم غسول مو مناسب لبشرتنا كل يوم. أوكي. بنستخدم يعني بخلينا البشرة تحسيها لسه جافة يعني لسه ما ترطبت، أو مثلا نستخدم غسول ما نستخدم بعده مرطب، أو مثلا نحن من حالنا بنجي والله إجا الشتاء يلا بدي أقشر وجهي بلا وصفة طبيب يعني، ولا إنه بتستخدم بعده مثلا مرطب ولا إنه لدرجة معينة لو هو يعني في درجات للتقشير، لا خلص جارتي استخدمت هذا يلا أنا رح استخدمه، فهذا شو كله بيأثر على بشرتنا. هلا الجفاف وقت نحس بشرتنا جافة ونحن مثلاً بدنا نطلع كل يوم نحط فاونديشن نلاحظ طبقة رقيقة مثل الجلد الميت هيك على بشرتنا عم تقشر، فنحن كمان كثير متضايق من هذا الموضوع، أحياناً نلاحظ تصبغات حوالين التم أو هون ما بنعرف من شو، والله أنا مثلاً ما طلعت بالشمس مثلاً ما بليش صار معي بكون مستخدمة واقي شمس بس ما بكون أنا مرطبة بشرتي تمام مو مناسب للبشرة مو مناسب. هلا أول خطوة نحن بالعناية بالبشرة لازم نستخدم غسول أو صابونة أو أي شيء نحن نرتاح عليه يكون مناسب لبشرتنا تمام. هلا أنا قبل فترة حضرت مجموعة من الصوابين لحتى أحكي عن كل بشرة شو بيناسبة. طيب نحن رح نبلش هلا بالبشرة الدهنية ولا الجافة ولا المختلطة شو حابة تبلشي؟ مثل ما بتحبي. رح نبلش بالبشرة الجافة. البشرة الجافة شو الصابون أو شو المواد الطبيعية اللي هي بتحتاجها؟ هلأ بالبشرة الجافة الصابون البيزك أويل تبعه لازم يكون عالي الترطيب. أوكي. يعني مثل شو مثل زيت جوز الهند زيت اللوز الحلو مثلا زبدة الشيا كمان فينا نحطها بالصابون وين موجودين لحتى نشوفها؟ هلأ أنا رح أشوف هلأ صابونة الحليب والعسل. الحليب والعسل للبشرة الجافة؟ للبشرة الجافة هيدي. منشوف نحن استخدمنا فيها العسل المستخلص من الورد البلدي، فانه دي نحن عندنا ورد صحيح عندنا ورد كثير بكميات كبيره وبلدنا بتشتهر وعندنا عسل يعني، فانه ليش ما بنستفيد منه بشيء يفيد بشرتنا وبعيد عن المواد الكيماويه صحيح، فنحن هيدا عسل وحليب كثير مناسب للبشره. طيب قديش نسبه الحليب والعسل الموجوده بهي الصابونه مع كميه الصابون اللي نحن جهزناها الخام؟ ايه نحن هلا نحن بننزل بنسب متساويه مع الزيت الاساسي، يعني مثلا نحن بنحط شويه عسل مع شويه حليب، بس بدنا ننتبه نحن وعم نصنع انه ما نزيد مثلا نسبه الزيوت على حساب نسبه
المواد المائيه اللي فيه مثلا. اوكي هلا هي كمان صابونه بالورد هلا شكلها زهر. ايه فاكيد لازم يكون ورد وزيت الورد، وهي كثير مناسبه للبشره الحساسه. قد البشره الحساسه بتتحسس وكذا تماما بتتهيج لاي نوع شيء، فزيت الورد كثير مناسب لها. وعملت نوع ثاني هذا ولا هذا؟ نفس الورد، هاي الورد، هيدي ورد، بس كمان حسيت انه اذا بندخل بابونج، زيت البابونج، خلاصه البابونج، بتعطي رونق اكثر. اوكي. وبتكون مفيده للبشره الحساسه اكثر. هي شايفه على كاكاو وعلى بن. اوكي. هي انا لا اي بشره من عشاق القهوه يعني، وانا كثير بحب لهي الصابونه، فحبيتي تعملي صابونه للقهوه. اي يعني get your coffee from inside outside هيك شيء يعني. اوكي حبيت. فانه هيدي للبشره الدهنيه، للقهوه هيدي بتقلل من افراز الزيوت. أوكي. بالبشره الدهنيه وبتعمل سكراب خفيف للوجه او تقشير خفيف نحن بحبيبات البن. اوكي هي وهيدي بالكولاجين، والمكون الاساسي تبع لبان الذكر. اوكي. اللي هو مناسب لكل انواع البشره وبيعطي، هو كولاجين طبيعي اساسا. اوكي في كولاجين طبيعي. هو ايه طبعا في لبان ذكر، هذا كثير يعني لبان الذكر. اوكي اللي بنقصد فيه هو البخور. البخور. اوكي رح نبلش نعمل كريم لجفاف البشره يلي هو مكون من المكونات يلي انت حتخبرين عنها. شو رح نبلش اول شيء؟ لازم يكون عندنا مواد خام. اول شيء مواد الخام شمع العسل. شمع العسل يلي نحن حطيناه بحمام ماء ساخن، يلي ست اللي لازم تعمله بهذا الموضوع اللي هو بده يكون جامد لحتى نحن ندوبه، لازم نحط له حمام بخار. نحن جهزنا المي ودوبنا لحتى نختصر بعض المراحل. بعد ما حطينا شمع العسل شو الاشياء اللي رح نضيف عليه؟ ضفنا زبده كاكاو وزبده شيا. خلينا نبلش ونضيف انا وياكي قبل ما حتى تجمد شمع العسل. هلا انا هدول دوبتهم بحمام مائي مشان الوقت، وضفت زيت جوز الهند. ضفنا زيت جوز الهند وزبده الكاكاو وال فريز. اوكي خليها وزيت جوز الهند وزبده الكاكاو قلنا وزبده الشيا. هلا حطيت هذا 100 ملي. انا حطيت 30% شمع العسل و 70% بقى هيدي الزيوت. بقى فيكي انت مثلا 30 جرام زبده شيا، 30 جرام زبده كاكاو، و10 مثلا زبده جوز الهند. فينا نغير لانه كلهم ترطيبهم عالي ومفيد. اوكي نحن هلا كاسرينهم ومجهزينهم. مجهزينهم تماما. اوكي هلا في شيء اضافات لازم نحطها لحتى الماده الطبيعيه ما بيكون فيها مواد حافظه، فانا بخاف انه تتلف بعد فتره، قديش بيضل عندي هذا الكريم؟ هلا الفكره انه يتلف او لا، هو هذا اللي عاملينه مواد خام، مواد طبيعيه وكلها زيتيه، يعني مو داخلها مي حتى تخرب. لا هي زيت، مثل زيت الزيتون قد ايه بضل عندنا بالبيت مثلا ما بيخرب، لانه هو زيت ما داخله بقلبه مي مثلا. رح نضيفه هون بالعلبه. فرح نضيف انا هذا بالعلبه بالمقدمين. هلا اذا بدنا فينا نضيف عطر، اي ما في اي مشكله عطر لحتى هيك تعطي ريحه. اوكي ايه. بعد ما منضيفها كيف بيتم استخدامها؟ كم مره بالنهار؟ بقدر امتى ما بدي احط؟ بحط على البشره، على الوجه، على الايدين؟ هلا فينا نحط على الايدين. أوكي. وإذا ما حطينا لنحن العطر كمان فينا نحط على الوجه، ما بيأثر أبداً، بس ننتبه إذا حطينا له عطر ما بنقدر نحطه على الوجه لأنه كتير في عالم تتحسس من البرفيوم. هيدا جهز معنا بالم القدمين. أوكي قديش ما نتركه لحتى يرجع ياخذ الخاصية ويجمد؟ نتركه لحتى يبرد تماماً. أوكي. وبيعمل طبقة هو وبيبين أنه هي ما بنسكرها مشان ما تتعرق. أوكي نتركها لحتى تبرد لحالها. الشفايف، الشفايف هي اكثر مشكله وخاصه الصبايا يلي هن عندهم بقى الروج هو شيء اساسي بكل نهار. اخر الليل شفايف متشققه وقشب تقشير، يعني كل هدول القصص. هلا انا بنصح مره بالاسبوع نعمل سكراب شفايف. أوكي. مشان يضلوا لهم رونق خاص، يعني ننشط الدوره الدمويه. انت اليوم شو محضرتينا لقشب الشفايف؟ بالم شفايف، هذا فينا نطبقه بعد السكراب، فينا نطبقه قبل الحمره، هيك تطلع ماده الليبستيك حلوه. خلينا نبلش نطبقه قبل ما يداركنا الوقت ونعلم الصبايا فعلا كيف هي تقدر تعمله. هلا مثل ما قلنا البالم نفس الشيء تماما. اوكي بس انا مثلا للشفاف بحب انه اضيف منكه. هلا انا شفت لانه عم بقرا على العلبه فريز. ايه منكه الفريز. انا بحب الفريز فانا اخترت انه نضيف اليوم فريز. فيني اضيف الكميه اللي بدي اياها، ما مشكلة أبداً، وبنخلطها منيح. وطبعاً يعني المنكه اللي بتفضلوه أنتوا ما في مشكلة، الصبية اللي بتفضلوه بتحبوه بتجيبه. أوكي هذا المنكه تبع ما بيأثر على الشفايف؟ لا أبداً، هذا منكه يعني
بفريز فريز ما فيني لكم ريحه الفريز غذائي اوكي غزائي. يعني حتى لو فاتت على التم ما بيعمل اي مشكله أبداً. صحيه او مضاعف وهذا كمان عندي ملون. ملون كمان غذائي. ملون غذائي هو دائما الاشخاص اللي بيشتغلوا بالمواد الطبيعيه دائما بيوروا على الاشياء البديله تكون غذائيه. هلا انا فيني احط قد ما بدي يعني قد ما بدي غمه أوكي. حسب شو بيناسبني اللون وبنخلط منيح. هلا بس بدي انوه على شغله انه نحن هدول القصص بنضيفهم طبعا بس تنزل حرارته شوي يعني مو دغري مو اللي هو يعني سائل كثير وسخين. هلا نحن عندنا برد شوي تمام بس انه ما فينا يعني هو وساخن لا بننطر شوي احسن بيكون. طيب وبعدين بنحطه لحتى حتى يدفى يجمد وبصير بدهن على شفايفي. تمام اوكي. شو الشيء الثاني كمان اللي حابه تخبرينا عنه لليوم؟ هلا حابه اخبركم كمان عن زبده الشيا بس لحتى اوكي خلينا نحكي عن زبده الشيا. طبعا هلا رح ارفع شوي المي هي صارت جاهزه بس هي بحاجه تحريك ولكن هي تصبغت بس نفرجي الصبايا هلا فيها هي هيك رح تطلع بالاخر. تماما بعد ما هي تجمد هيك رح تصير. ونحن بقى من اول لون حسب شو بدنا او فينا نختار نحن لون ثاني او مثلا عندنا لون مفضل لبستيك فينا ناخذ منه شوي ونخلط. يلا خلينا نحكي عن زبده الشيا. هلا زبده الشيا مثل ما بنعرف يعني 90% من البنات وحتى الشباب بيعانوا من الستريتش ماركس اوكي دائما هي صحيح هي بتنتج عن الحمل او عن نمو سريع او ضعفت ونحفت فهو صار في تشققات صار في مظهر غير حلو. هلا هن التشققات اول شيء ببلشوا لون احمر بعدين ببيضوا او بصيروا هيك قريبين من لون الجلد نلحقهم هن حمر تماما ومنرتبهم. يعني انا بفضل ناخذ شيء منتج طبيعي ترطيبه عالي ومثل ما حكينا ما في اعلى من ترطيب زبده الشيا وزيت جوز الهند. أوكي. انا هون جبت زبده شيا خام غير أوكي. مكرره وخلطت مع زبدة كاكاو وكمان زيت جوز الهند اوكي ودوبتهم بحمام مائي وحطيتهم. هذا بيستخدم مرتين باليوم مثلا صبح ومساء اوكي على المكان اللي هو موجود فيه التشققات طبعا وبيعالج الاكزيما كمان اذا ايه والاحمرار والحكه حتى اللي عندهم اكزيما وقت بحكوا كثير بينتج محل الحك تصبغات صحيح. فنحن كمان لازم نعالج هذا الموضوع ونلحقه واحيانا عن الكوع على الركب كمان كله هذا ندهن منه مرتين فنحن لازم نحصل على نتيجه. النتيجه الفوريه قديش لازم تكون؟ هلا هي النتيجه بدها صبر بدها استمراريه يعني بدها شهر شهرين في اجسام هيك اجسام هيك ونداوم دائما على شرب المي نرطب جسمنا من جوا بعدين بقى على برا بنشتغل بالخارج. يعني ليم بدي اتشكرك على كل الخلطات الحلوه المعلومات المهمه والمفيده يلي انت عم تقدميها مع كل خلطه. يسعد صباحك اهلا وسهلا فيك وصباحك شكرا كثير لك اهلا وسهلا ورجعنا لعندك يا آية. يا لين وشكرا كثير على كل هالتفاصيل. هلا بدنا نعمل شيء مره شيء فقره على الصوت اللي بضل رايح بهالشتويه ما بعرف ليه طبعا عفوا بنهايه الاسبوع نحن حبينا اكيد نجمع لكم اكثر مقاطع الفيديو تداولا على السوشيال ميديا والحلو انه كل الفيديوز غلب عليهم طابع واحد وهو طابع المحبه بجميع اشكالها. เดี๋ยวลูก
ตามมาทำไมก่อนแล้วประเด็นคือกูจะเอามือออกยังไงเดี๋ยวออกยังไงเดี๋ยวลูกโอ้มาทางนี้เออนั่นแหละโอ้เดี๋ยวก่อนเลยนิ่งๆก่อนเลยเองอ่ะเฉยๆก่อนเลยأبراجكم وحظوظكم وشو مخبي لكم في لك لختام هذا الأسبوع. نجلة أقباني رح تخبرنا. يسعد صباحك يا نجلة. صباحك خيرات يا نور. صباح الخير يا آية. صباح الخير للجميع. ضلوا بخير. أيامكم سعيدة، مرتاحين، مبسوطين. يوم 11/11/20/8 للجميع بالخير. تغييرات بكواكبنا ما في، وما في قبل 23-24 شهر. حتى الشمس ما رح تقلب إلا هذا الشهر متأخرا، لأنه داخلين على أشهر شتوية. عطارد ما زال متقدما في برج العقرب، شمس كمان في برج العقرب، والمريخ كوكب الطاقة والحماس في برج العقرب. هذا الكلام بيعني انه مواليد برج الثور، مواليد برج الاسد، مواليد الدلو شوي لازم ينتبهوا صحيا. اضافة انه الدلو بيعني شغلة اخرى، هي وجود الزهرة في برج الجدي اللي عم بيخلي الامور المالية العاطفية ما كتير الاريح، هو والحمل. الأمور العائلية شوي هو والميزان، الميزان والسرطان في عندهم نوع من أنواع التعب العائلي شوي صغيرة البسيط. يعني أول أخباري لمولود برج الحمل اللي عم بيستقبل ضيوف جاي من برا، كأنه أو أجواء أو اتصالات خارجية، ناس العلاقة بمشاريع ثقافية، بمشاريع اجتماعية، نصايح عم تسمعها. حافظ على سلامة علاقاتك. ليس اليوم مولود برج الحمل، بالثلاث أيام اللي جايين، لأنه الحياة عندك ثلاث أيام جايين ما رح يكونوا كتير الأريح بالنسبة لك، على الأقل ليس في العلاقات. عزيزنا مولود برج الثور اليوم يعني خليني أقول لسه في مواقف فيها استفزازات بين مبارح واليوم، عندك نوع من أنواع التشنج والعدائية، كأنك تريد أن يمشي الكون على مزاجك كالعادة طبعاً. يعني اليوم في ظلم ممكن لمولود برج الثور من مبارح، ويمكن تشعر ان الامور مو بالميه ميه ظابطه. على كل الاحوال انا بشوف ما في شيء سيء، وعندك هلا يومين ثلاثه الويكند راح يكون ايجابي وجيد. مولود برج الجوزاء عندك فرص ايجابيه اليوم لتحكي، لتناقش، لتشرح وجهه نظرك، ليكون عندك قصه جديده مختلفه، تغيير، تعاطف، تقدير. في ابتسامة على وشك، قادر على إقناع من حولك بوجهة نظرك. طبعاً أمورك بالمجمل جيدة، وحاول تستمتع بتحقيق طموحاتك. بس هو هاليومين الجايين ما حيكونوا كثير الأفضل، لذلك إذا بدك نصيحتي كل شيء مهم عمله اليوم، لا تأجله لبكرة. مولود برج السرطان اليوم ما تهمل الناس اللي بتحبهم أو اللي بيحبوك. يوم فيه هيك مبادرات تجاه من تحب، فيه مصالحات، يمكن اتصالات أو علاقات سعادة سببها محبة المحيط. عندك 4-5 أيام بياخدوا العقل برج السرطان، هدول ما لهم علاقة بالشهر اللي هو أصلاً جيد ما له سيء، بس فيه جزء من تعب عائلي هال4-5 أيام بالذات للمصالحات، لتشرح وجهة نظرك ولتنبسط بمن حولك. برج الأسد أنت اللي شوي متضايق، في عندك بعض التصرفات السلبية أو نوع من أنواع الضغط من الآخرين، حدا ضاغطك لتعمل شيء ممكن ما كتير بدك إياه، أو نوع من أنواع الشراكات، سواء الشراكات العملية إذا بتعنيك أو حتى الشراكات الشخصية، كلمة مني كلمة منك ممكن اليوم تخلق مشكلة. حاول إنك تهدى، تروق، ما تعصب علينا، وإذا حسيت إنه في بوادر خلافات مع الآخرين فالأفضل إنك تروق وتهدى. 100,000 قصة شاغلته العزيز لمولود برج الدلو، عم يرجع بعد الدوام بساعات، وأوجد لنفسك وقت راحة اليوم قدر ما بتقدر، لأنه الحياة اليوم ضايق خلقك، عندك زيادة بالمسؤوليات الاجتماعية، عندك نوع من أنواع المشاغل بأمور صغيرة قد تضايقك بعض التأجيلات. ما في شيء سيء، بس أنا برأيي اليومين الثلاثة اللي جايين هنن اللي مو كتير الأريح للعذراء، أموره لن تستقر قبل يوم الأحد أو التنين، والتنين يعني، بس أنا يعني قلت الأحد تجاوزاً من باب التفاؤل.
عزيزنا مولود برج الميزان اليوم عنده فرص إيجابية ليحكي ليناقش ليحقق نجاح ليقنع ويأثر على من حوله ليبتعد عن الشجارات. عندك هاليومين ثلاثة حلوين لتنظم علاقاتك، وأنا بقول موضوع العلاقات بهي الفترات مشكلتك هون بحكاية علاقاتك مع الآخرين، بوجود الزهرة في برج الجدي موقع غير مناسب عامل لك هون العلاقات جزء من القلق، بس مع ذلك اليوم بالذات أنت مقنع ومؤثر. مولود العقرب اليوم الأمور جيدة لأنه رغم أنه ضايق خلقه معصب متوتر في شيء قالقه ما كتير مبسوط، اليوم أقرب للمزاجي مولود برج العقرب، هدول الناس اللي بيتضايقوا بدون أسباب، العقرب مو هيك عادة، بس هالفترات فعليا بوجود المريخ كوكب الطاقة ببرجه صاير عم بيعصب أكثر مما يجب وعم يضحك أكثر مما يجب. أنا دائما بعتبر بس يدخل المريخ على برجنا منصير أوفر دوز بكل شيء، يعني المحبة بتصير أكثر مما يجب والخناق أكثر مما يجب والصوت العالي أكثر مما يجب والضحكة أكثر مما يجب، وفعليا هو هاي الفترات هيك مولود برج العقرب. بس اليوم بالذات سيطر على أعصابك، استنانا اليومين ثلاثة لأنه اليومين ثلاثة الجايين بياخدوا العقل. عزيزنا مولود برج القوس حركة نشاط مساعدات عائلية أشقاء أهل أسرة، في لمة اليوم حوالين القوس، إذا بدك مشغول بقضايا الأسرة بالغالب، في مسؤولية عليك العلاقة بالأسرة أو بالعائلة، على كل الأحوال أنت تختار تقرر تدير حياتك، واليوم جيد لمن حولك، في عندك إقبال على الحياة. الجدي داخل على شهر يعتبر مالياً جيد، بس مشكلتك لو ما كتير مرتاح بالشهر الماضي، فأنت طالع من شهر لا يعتبر مريح مالياً، فبعد شهر يعني بقى لدفع المستحقات لترتيب الأمور للتنظيم لحتى ما تصرف أكثر مما يجب، يعني كمان ما تطلع من هذا الشهر بمضايقات مالية لأنك عم تصرف، لأن الأمور جيدة بس محتاجة شوية تنظيم. عموماً بالنسبة لك أنت شخص بالمجمل معطاء مولود الجدي. الدلو اليوم القمر ببرجه مما عم بيخلي الأمور إيجابية وجيدة خاصة على صعيد علاقاته، أنا بعتبر الأسبوع القادم يعتبر الأسبوع الأفضل للدلو، يعني كونك أصلاً الشهر ما هو مريح فالأسبوع القادم يعتبر الأسبوع الأفضل خاصة لأهل لأسرة، تتطور الأمور لصالحك وتخفض نسبة الصدامات إلى الحدود الدنيا، هاي القصة إيجابية جداً مليان طاقة وحماس. الحوت كأنه عنده خلاف مع شريك أو لازم يستوعب ظروف الآخرين أو إذا غلطت لك شي غلطة اعتذر. على كل بكرة رح يدخل على برجك القمر مما عم بيخليك تتخلص من حالة حزن أو انقباض يمكن عايش فيها بهاليومين. خليني عايد مولود اليوم، مولود 11-11 واتمنى له السعادة، إنسان محب طيب صاحب أفكار رائدة، شخص شوي عصبي على كل الأحوال بيخبي بقلبه وهذا بيخلق عنده نزعات ميالة للعدوانية أحياناً، حياته مليانة مشاكل بس بيلاقي حلول دائماً، قادر على قيادة أموره وبنجاح بالعمل، هو مثال للمثابرة للجهد للنزاهة، يعني بحب المرح والتسلية لكنه الحقيقة أقرب للصمت ليس مدعياً، بالعكس جريء في قول الحق. السنة أنا بعتبرها جيدة لسفر إلك أو لأحد أفراد الأسرة، تنشغل بأمور عائلية مساعدات مادية، حياة الحظوظ مساعدة بالنسبة لك لترتب أمورك، مع أنه أنا ما كتير بعتبرها سنة تغييرات، سنة جيدة لكنها ليست للتغيير. على 18-45 سفيان عم يسألني، مولده 95، أحد الأعوام الأفضل بالمتبقي منا عاطفياً يا سفيان، ما بعرف إذا ناوي تتزوج ترتبط تبلش شي قصة عاطفية جديدة، الحظوظ مساعدة على هذا الصعيد. أحمد عبيد، أمورك جيدة جداً يا أحمد، أحد الأعوام الأفضل بالذات بالعمل، مثل ما أنت ملاحظ ما كتير مبسوط لا بالعواطف ولا بالمال، المال ما هو سيء بس بالمجمل ليس بأفضل حالاته، بس أنا برأيي العمل هو اللي منحك نوع من أنواع السعادة خلال المتبقي من العام. اللي يحيى اسمه اليحيى مورده 60، والله متعب يا يحيى، وهذا العمر لازم كتير نبهك صحياً، يعني أنا بقول هذا شهر متعب ومتعب بالذات صحياً، فكتير لازم تنتبه على أمورك الصحية عموماً. هلأ السنة
أواخرها أفضل من هاي الفترات. زينة عم تسألني أمورك جيدة يا زينة، بس كأنه في نقاش بمحيطك العائلي أو العاطفي لنوع من أنواع التغيير، في شيء بدك تغيريه عم تتناقشي هلأ فيه، عم تسعيله عم تتمنيه. حظوظك مساعدة بالمجمل يا زينة، والسنة حتقفليها إذا أراد رب العالمين بأفضل مما بدأتيها. أحمد سريا، يسعد أوقاتك يا أحمد. أحمد أمورك جيدة وإيجابية يا أحمد، وعندك سنة كتير مهمة، وأنا بقول لك لو بيضل يوم واحد بهذا العام في شيء ممكن يتغير باتجاه الأفضل، طبعاً إذا أراد رب العالمين أولاً وأخيراً. يسعد أوقاتكم وتضلوا دائماً بخير، وعطلة سعيدة وتضلي دائماً بخير يا رب. وأنت كمان يا رب. شكراً كثير لك يا نجلة، يسعد صباحك. وهلا مشاهدينا صار وقت ننتقل لعند الشيف تهامة ونشوف مع بعض أكلات الحلو اللي عملت لنا إياهم اليوم بشكل النهائي. يسعد صباحكم عن جديد، وهيك خلصت معنا أكلتين الحلو اللي عملناهم اليوم، موس الشوكولا صار معي بهذا الشكل. ممكن نضيف عليه إضافة صغيرة مشان يطلع أخت تبع السوق اللي قلنا عليه قبل شوي، ممكن نحط بسكوتة هيك على هذا بالوش، ممكن شوي من كريمة الشانتي، وهيك صاروا عندي الكاسات جاهزين، وكمان عندي البسكوت العشر دقائق كمان صار جاهز بهذا الشكل، ممكن نضيف عليه كمان شوية شوكولا وبيطلع كمان شكله كتير لذيذ وكتير حلو. وهيك صار عندي إذا أجاني ضيف الضيافة كتير ظريفة كتير خفيفة وكتير بتبيض الوش، وأهم من هاد كله أنه هي اقتصادية ومتبين متناول الإيدين. وإن شاء الله يا رب هيك شوفكم يوم السبت على أكلة كتير طيبة. شكرا كتير لك يا شيف. الله يسلمك يا رب. يعني لهون بنكون وصلنا نحن وياكم لختام حلقتنا وختام هالأسبوع، وإن شاء الله أكيد موعد جديد لنا بأسبوع جديد معكم يوم السبت، ومن هون لوقتها أكيد تبقوا بألف خير. تبقوا بألف خير. باي باي.